ان في حاجه بكمل تسبك في الصناره بكمل شد شد. لا 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 يا عبدو طلعت لنا سمك ولا انا جيت انت ابدا بتلف سمك يا اسطى سمك طارت في الجو فوق يا عبدو لسه بقول طلعت لنا سمك ولا لا لقيته اداني بضهر الصناره. قال يا عم يا عم بس بس طب بس بس كفايه يا عم رمضان معانا يبدا نفس المركب. خلي بالك من افعالك النهارده هتجيب سمكه. يلا 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 بص يا شباب لو طلعت سمكه حمراء تحطوا اشتراك ولو طلعت سمكه زرقاء حطوا لايك ولو طلعوا الاثنين تحطوا لايك واشتراك. حوت يا اسطى حوت يا اسطى يبقى تعملوا يبقى تعملوا لايك واشتراك وتكتبوا كومنت. لا عبدو محتاج مساعده. انا جيت اول ايوه ايوه عايز 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 بالله عليك من الصبح ما اكلتش حاجه بالله عليك سمكتين كده ولا حاجه. وعم رمضان يا عيني بص شباب رمضان قاعد بيعيط المشكله كل ده ما عندوش انتماء لحد امكان. وبعدين دقيقه بس انت قاعد بتقول هياكلنا صح؟ انت هياكل فيك ايه؟ انت سكيلتون انت عظم انت عباره انت مش شايف نفسك يا اسطى من كتر الجوع يا اسطى اللي الواحد بقى فيه يا اسطى وانت قربت توصل لي انت مش شايف منظرك بقى عامل ازاي بقى صدرك طالع لبره. والله والله العظيم يا شباب مفيش اكل ومفيش حد يلحقنا ولا سامع صوت اعاصير وزلازل وبراكين. ما تسالنيش ازاي احنا في نص البحر وده ممكن يحصل عادي جدا يعني ممكن تتوقع ان تيجي عاصفه. يا ابني يا ابني انت يا ابني حاول البس النار انت ما تشغلش بالك بيا انت بتصطادني انا انت كده بتصطادني انا. طب يا جماعه لو انتوا محطوطين في مكاني انا وعبده دلوقتي هتعملوا ايه ومعاكم عم رمضان؟ يعني ده لو ما اكلش هيقوم انا وعبده وهيعمل معانا الكوكو نو. فانتوا شايفين ايه يا شباب لو انت ايه يا اسطى؟ ايوه ايوه طلع 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 ايه ده؟ حاجه يا اسطى ايه ده؟ امسك ايه ده؟ انا جبت ايه يا اسطى؟ جرك اللبن؟ امسك امسك استنى استنى سيبه سيبه هو سبت والله انا ايوه يا هيال والله جرك اللبن استنى لا لا في الميه لا انت هموت من الجوع يا اسطى كده يا اسطى انت ما مش شغال كويس. اصطاد اصطاد انت يا عبد شوف والله يا عبد طلع صياد انا كنت مفكره بتاع بليله بس شد 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 فلت فلت موضوع الصيد ده يا رب ارزقنا بحوت يا رب يا رب حوت يا رب. والله يا شباب موضوع الصيد ده حلو قوي بالذات ان احنا لوحدنا ومعناش غير عم رمضان. انا بس بفكر دلوقتي ان انا اكبر المركب بتاعنا لان زي ما انتم شايفين يا شباب لو جه اعصار او جه اي حاجه ممكن المركب بتاعنا ده يروح فيها. ولا انت ايه رايك كده يا عبد المنضور؟ انا بقول كده برضو انت عندك حق قبل ما الاعصار يجي لان الواحد بص والله العظيم مش على لحم بطنه على لحم عظمه. شد 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 ايه ده خشبه ايه ده يا اسطى خشب حديده يا عيال عبد المنضو ده ما ينفعش تلعبه معاه اقسم بالله. اوكي ايه ده عنكبوت ده ولا ايه ده؟ ده ازازه فاضيه ازازه ايه دي؟ استنى 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 امسك سيبها 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 وسع سيبها والله والله انت ماسكها ايه؟ خد يا عم رمضان بس سيبها شد 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 ايوه شد الصنارة خد يا عم رمضان خد اشرب اتكسرت يا عبدو اتكسرت خلاص يا عم ما هجيب لك هجيب لك حوت دلوقتي بس اصبر طلع 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 لنا والنبي من عندك لايك واشتراك عشان عايزين نوصل المقطع ده 50000 لايك. شد 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 حوت يا جدعان ايه ده؟ استنى في حاجه نطت كده في حاجه نطت كده والله بجد والله اقسم بالله في حاجه نطت كده يا اخوانا انا بدات اخاف من المكان اللي احنا فيه ده. بصوا انا عندي فكره انا هبدا ان انا اشتغل على المركب وخلي عبده يصطاد. احنا عايزين الواح خشب ايوه حاجه زي كده بس اكبر من كده شويه يعني فخلونا نجيب المسدس بتاعنا. انا انتوا عاوزين تشوف عم عبده مندو تاني مع ام كامل استنى سمكه سمكه شد 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 نوصل الفيديو دوت 100000 لايك 100000 لايك يا عيال حط لايك واشتركوا. ايه ده؟ استنى استنى ايه ده؟ دي نص ازازه يا عبده دي نص ازازه طلع لنا بنص ازازه من الميه يا شباب مغزى ايه بس يا عبد مين اللي جاب اللوح الخشبي ده هنا؟ انا اظبط المركب ولا مش عايزنا نشتغل على المركب؟ الله ينور ايوه يا شباب لازم نظبط المركب اوكي ونكبره بس اوعي تقعي في الميه اوعي تقعي في الميه حطها بزاويه كده يا عبد انت ما بتعرفش تشتغل انت في المركب يا لهوي يا لهوي عبده ايه طلع لنا والنبي اكل انا جوعت بجد جود يا اسطى انا جعان اكتر منك شايف منظري بعمل ازاي في نص البحر مع عم رمضان لوحدنا
الله اعلم ده هيقوم ياكلنا امتى يا جماعه، بس هو هيقوم ياكلنا عامه. والكنزات الخشبيه دي ايوه. والله يا اسطى هيجوع دلوقتي هيقوم يبلعنا. انا عارف بص انا فت... انا حطيت خشبيه عبده وقعت في الميه يعني، مع اني لزقتها والله العظيم. شفتوني انا بلزقها يا شباب يعني، مش محتاج اقول لكم. اكتر نجار قابلته في حياتي. يلا يلا شد 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 عبده شد، عايزك كده ايه ثقه عم شويه. استنى مش عارف ارمي السناره. انا اشوف عم رمضان زعلان ليه. عم رمضان والله بيعيط، سامعين؟ اللي سامعه بيعيط يكتب تحت في الكومنتات يا جماعه، بتعيط ليه يا عم رمضان؟ يعني احنا محبوسين على مركب. اي عبدو انت بتحط على ايه ده؟ انت بتحط على السناره يا عبدو. يا عبدو بالله عليك ما تستفزوش. سيبه بيعيط يعني، زعلان ان احنا محشورين في البحر لوحدنا. انا خوفي كله، خوفي كله يا جماعه ان الاعصار ده يجي واحنا كده مهويين من كل حته، حرفيا هنموت يا عالو يعني، مسرنا الموت يا شباب. طب بص انا بظبط لنا هنا ايه؟ استنى شد 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 ايوه بالراحة. صندوق اهو، صندوق كنز 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 ايوه. ايه ده؟ سيبه. ايه ده؟ استنى كده يا عم، الصندوق فاضي، صندوق فاضي يا عم، اصطاد زين. ايش يا عم ده بيصطاد؟ خلاص خلاص هجيب لك الكنز الحقيقي دلوقتي، بس خلي استنى استنى بصطاد المركب بتاعتنا. بيصطاد زبالة البحر يا عيال، اقسم بالله عبده ده مش نافع. اي صياد لو شافه في البحر اضربه يا شباب يعني، ما تاخدش عبده معاك. ايه ده يا اسطى ده؟ ايه ده؟ كنز؟ بيبسي بيبسي نزل لي والنبي والنبي. بص يا اسطى بالنص يا اسطى بالنص. ايه ده؟ عم رمضان بيعيط. خد يا عم رمضان خد، عشان ما تقولش احنا حارميك من حاجه يا عم. اشرب 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 والا ضربتك. اضربه يا عبده عبده. بلاش بلاش يا اسطى والله يا جماعه يعني انا بقول لكم الاحوال الجويه بتقول ان في عاصفه. وريني وريني الجهاز اللي كان معاك. فين الجهاز اللي كان معاك اللي انت كنت بتقيس بيه العاصفه ده؟ كان معاك جهاز من شويه انت شبه التليفون كده يا عبده. طلعه يا شباب وقعد يشوف البوصله. فين يا اسطى؟ ايه بصطاد يا اسطى من شويه، اتكعبلت يا اسطى ووقع مني في المايه. وقع منك الجهاز؟ طب نعرف ازاي دلوقتي ان العاصفه جايه يا عبدو؟ طيب استنى انا اصطدت حاجه يا اسطى. وريني حديده يا عبدو. اصطدت انت محمود حديده؟ بص محمود حديده حديده محمود محمود حديده. استنى هنجرب كده. يا رب يا شباب. طب نعمل ايه؟ طيب عم رمضان دلوقتي خد يا عم رمضان، قوم اغسل في الغساله يا عم رمضان. احنا هنقعد نظبط لك الوضع وانت ايه عج... اوعى اوعى توقع البتاع عليه كامل، اوعى توقع البتاع عليه. لا بصوا يزعل بيعيط، شوفوا بيعيط عم رمضان بيعيط. اوكي خلينا نظبط دي كده، بعد كده نرجع ورا ونحطها هنا. الله عليك. لا لا بليز معلش يا ام كامل، شيل الحديده ديت من السناره يا ام كامل، مضايقاني مش عارف اصطاد. يو يا عم اهي يا عم الحديده رميتها في الميه، هات لنا بقى حاجه تاكلها بجد. قول يا اسطى السناره ديت مش بتطلع الحق عشان الشنكه. ايه ده يا اسطى ده؟ عبده ايه يا اسطى؟ ايه؟ حاجة حمراء. ايه ده؟ هي راحت فين؟ كانت هنا حاجة حمراء كبيرة. طب بص 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 انا حطيت يا اسطى. بص انا حطيت ايه؟ بص انا حطيت ايه هنا؟ استنى. ايه ده؟ هو اقدر ارفع عليها؟ ايوه والله كانها مركب يا شباب. لا بس مركب. لا لا سمكة قرش تاكلني كده. انا حاطط لابتوب جرنان ام كلثوم. وسع كده. خد خد يا عم رمضان. لونها احمر والله. ايه ده؟ شايفها؟ ايه ده يا جماعه؟ ايه ده؟ ده حوت يا اسطى نط وطلع. حوت؟ اقسم بالله نط وطلع. حوت احمر ولا ايه؟ اقرا عم عم رمضان بيقرا جورنان. سيبه يقرا جورنان دلوقتي عقبال ما نشوف حل في موضوع العاصفه ده يعني. ايه ده اهو يا اسطى؟ اهو جنبنا يا اسطى. ايوه 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 اوف والله حوت. ايه بس لونه احمر؟ انت شايف لونه احمر؟ ايوه يا اسطى ايوه حوت. يخرب بيته. اوف اوكي انت حاول تصطاده بعدها تجيبه لنا، ده الوليمه بتاعتنا النهارده يا عبده. استنى مش الشيل بتاعتي من السناره، استنى مش الشيل بتاعتي من السناره، هات السناره. انا نفسي اشوف شكلي بعد ما اكل ابقى عامل ازاي. ايوه هتتملي لحم كده يا عم، بدل ما انت بص ما فاكش اي حاجه ولا من فوق ولا من تحت. ناكل الراجل ده ياكلنا. ايه يا اسطى؟ يا اسطى ايوه ايوه شفت شفت طاير اقسم بالله رهيب. يا اسطى كان هياكلني والله رهيب يا عالو. اوكي طب نعمل ايه تاني؟ بص انا هحط لك دلو وتحط السمك اللي هتطلعه فيه. حلو خد اي سمكه حطها هنا. حلو الكلام؟ اي سمكه تصطادها فاهم ولا مش؟ عبدو سمك احمر سلمون وبولتي، ما تجيبليش جمبري وتقول لي كده. اوكي خلينا نشوف عيال في هنا كام فاير. لو معانا كام فاير او اي حاجه نقدر نولع بيها هيبقى الموضوع حلو قوي بصراحه يعني، فاهمين ازاي؟ تخيلوا يبقى في كام فاير هنا. في كام فاير عندك؟
فيش كام فاير يعني اللي هي الولعه الصغيره دي عارفينها اللي هي بتبقى بخشب. أنا مركز عشان في فعلا حوت ماشي تحتينا دلوقتي. او ماي جاد صادر انور اشوفه ما اقدرش اشوفه، بس انا خايف لان انت قلت لي على موضوع الاعصار ده مخوفني اكتر من موضوع الحوت ده اقسم بالله. اوكي لحد دلوقتي عل الاعصار ما تخافش ما تقلقش لسه بدري يعني. خلاص ماشي طالما لسه بدري يبقى خلاص هصدقك يا عبدو وموضوع بسيط وما فيش اي حاجه. يا اخي والله العظيم ما عارف اعمل ايه، ما معناش غير حلل، ما اقدرش احط غير حلل. اهو شايف فوقينا. ايوه والله طاير. استنى والله طاير يا عيال. انت اصطدت ايه؟ استنى ما هشيل يا رب. فين يا اسطى؟ ده بيطير يا اسطى، ده بيطير يمين وشمال. المشكله قاعد في السناره انا حيت بس. استنى اشيل لك الحديده اللي في السناره بس. هات يا عبده، هات يا عبده. نضفها يا اسطى، نضفها كده مش هيشبك، نضفها بسرعه. ايه استنى استنى شيل شيل شد. والله بشد. ايوه وقعت. لا ما وقعتش ما وقعتش. استنى يا عبده، استنى يا عبده، استنى يا عبده، ما تشغلش دماغك يا عبده. استنى شد. ايوه نضف. استنى شد. ايوه يا سلام علينا يا تيم ورك. اوعى تضرب عم رمضان. اوعى انا خبطت عم رمضان لسه من غير اوعى. ارمي الغساله دي وارمي الحله دي اقول لك حطها قدام عم رمضان كده. يا عم انت عمال تقفش في اي حاجه يا عم. امسك كده، امسك عم رمضان. شاب سامع؟ سامع عبده؟ الاعصار جاي يا عبده، الاعصار جاي يا عبده، الاعصار جاي. حاجه يا عم، يا عم عصير ايه وبيبسي ايه بس دلوقتي حوالينا لو طلع ياكلنا. انا مش شايل هم غير الحوت والله. اوكي خلاص. طب اسمع اسمع، سيبك من الحوت واصطاد لنا سمك بجد. انت لحد دلوقتي ما اصطادلناش سمكه يعني، ما بيعرفش يصطاد يعني. لو ما بتعرفش تدير الصناعه. لا 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 يا ابني انا قبطان مندو، سيبني دلوقتي، انا صياد حيتان مش صياد اسماك. انا قبطان مندو مش عارف ايه. تاكل تاخد مكمل غذائي يا عم رمضان؟ مكمل غذائي يمكن تملى اللحم والعظم اللي عندك ده عم رمضان. عم روميو طب اصب لك شويه هنا. طيب استنى كده شباب، اقدر اصب له؟ اتوقع من هنا كده. ايوه ما بتفتحش. والله ما اقدرش اصب. بس بقول لك يا عبدو، تفتكر ممكن نصطاد الحوت ده؟ نسويه على ايه بقى؟ احط لك دلوقتي، هنجيب نار دلوقتي، اشوف لك نار نحطها هنا. انا لو صبنا الحوت هنبقى محتاجين اللي ينقذنا احنا والحوت. ليه؟ هيجوع زينا يا اسطى. ايه ده صح؟ لا ما احنا هناكله، هناكله هناكله، هنشوف حاجه ناكله بيها. هو جعان اصلا، هو اللي عايز ياكل. طب بص بص، انا هظبط لك المكان اللي هنشوي فيه الحوت، بس انت تصطاده. ها اوكي. شوف شوف جبت لك ايه هنشوي فيه. كامل ايه؟ انا في حاجه بكامل تشبك في الصناره. كامل شد شد. لا 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 عبدو استنى يا يا اسطى. لا اهي والله انا ماسك حاجه تحت. ده في ده حمامه. انت مسكت في حمامه بالصناره صح؟ انت ذكي يا عبده والله ذكي والله. اذا شفت شفته اتسحب كده في المايه يا عالم، موضوع مرعب. هنا 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 اهو، تعال هنا بضرب عليك. والله في اعصار جاي. عبده 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 تعال بص، تعال بص، تعال بص في اخر الماب كده يا عيال. والله في خيمه كده كانه في حاجه جايه كده من بعيد، تسونامي ولا ما اعرفش اعصار. بص بص في اخر الماب شايف؟ يي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 
عشان تاكل الحوت لوحدك صح؟ قول الحقيقه. لا لا والله يا اسطى استنى بس اطمن على عم رمضان. عم رمضان لا عم رمضان في امان لسه عامل معاك. عم رمضان بياكلك يا. ويشربك عم رمضان. ايه اللي هو مديهولك ده عم رمضان يا عم؟ مديله مكمل غذائي بس. انت عارف يا اسطى الجورنال ده مكتوب فيه حاجات حلوه يا اسطى. بيقول لك ان احنا ممكن نبيع الحاجات دي ب $7. $7؟ اه والله اهي. ومين هيشتري مننا؟ وسع كده هات الجورنال ده. يلا خلي رحت وديته فين؟ الحق عايم. لا 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 هتجيبه. تعال تعال هتعمل بيه ايه؟ هنعرف دلوقتي. لازم نعرف بيتعمل بيه ايه ده. استنى كده ايه ده يا عم؟ ده شكله عليه جريمه يا عم. عارف يا اسطى بيقول لي تمن الجورنال دوت في السوق $7 النهارده. بيعه بيعه بيعه. بس بص انا جبت لك شركه بنزين تمام، والبانيو ده هتقولي ليه قام كامل صح؟ واكيد كلكم دلوقتي تكتبوا تحت في الكومنتات ليه. انا هقول لكم ليه. لانه الطبيعي يا شباب ان انا كام كامل بحب اشوي، والحوت اللي احنا هنجيبه ده لما نيجي نشوي هنشويه في البانيو ده لاول مره. هتشوف شواء في بانيو. طبعا احنا محتاجين شويه خشب وفلنت اللي هي الولاعه، والموضوع خلص يا شباب. مستني بس كام كامل. انا هروح هناك يا اسطى اطمن على الاعصار وارجع تاني. ماشي يا شباب؟ ماشي الاعصار قرب. ماشي يلا روح روح مستنيك. يلا لو ما رجعتش تاني عم رمضان وامي ان انا كنت بحبهم قوي. يلا يلا روح يا عبدو. انا جاي كده. اسمع استنى، كنت عايز كنت عايز اقول لك حاجه مهمه. خلي بالك من اسمها ايه. خلي بالك من نفسك. لا اله الا الله.
رسول الله اخويا. مع السلامه يا صاحبي. بص يا صاحبي، انت ولا احتجت كل حاجه دي، ولا قلت لك شمروخ ماشي، انت ما تعملش مشاكل والنبي. ها لا يا صاحبي، ربنا يستر احسن. ماشي خلاص، انت سيبني لو عم رمضان لوحدي، الله يسامحك. عم رمضان انا هغني لعم رمضان يا عيال، هغني لعم رمضان. انا لقيت مركب، لقيتها مخرومه. لقيت مركب مخرومه. انا شايفك على فكره، انت هناك شايفين حالي هناك اهو قاعد بيشوف الارصاد الجويه. خليه بقى مع نفسه وخلونا احنا نهتم بالمركب بتاعتنا. انتوا عارفين ان انا دايما الشباب لما بيحصل اعصار او حاجه ببدا ان انا اظبط المركب باغراض كده. ايوه استنوا، اتوقع كده هقدر اعملها. استنوا، يا سلام عليك يا ام كامل، اول يا ام كامل من الاول الله يسامحك. لازم نظبط المركب من الامام يا عيال. لا لا في واحده وقعت، اوكي مش مشكله، نظبط المركب لان انتوا عارفين ان الاعصار ده لو جه هيخلص عليه. ونربط ده. لا 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 ليه، عايز اشيل منها. طيب اشيل منها ازاي؟ لا مش ديليت، لا مش ديليت، ريندر. لا انا عايزه تمسك في يا عيال الخشب كله. لا 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 خشب بيزقني، تخيلوا خشب بيزقني. وسع كده الخشب ده كده، ارميه كده بعيد. يلا الخشب لزق في بعض يا عيال، كسرت الدولابه اللي انا حطيتها. مش مشكله، خلاص احط غيرها. خلونا نيجي هنا نجيب ثلاجات، بلاش دولابه، اكيد الثلاجات مش هيجي معاها الاعصار في ثانيه هتتكسر. خلونا كده بالتول جان ونحط هنا ثلاجه، وهنا كمان ثلاجه، وهنا كمان ثلاجه، وهنا كمان ثلاجه، وهنا كمان ثلاجه. كده حلو قوي. انا بقى يو يا عيال، السما غيمت يا عم رمضان، السما غيمت يا عم رمضان. يا عم رمضان شكلها بالرف يا عبدو سابني. يا جماعة عبدو سابني مع عم رمضان، وانا قاعد باكل الفار اللي انتوا شايفينه ده. عم رمضان تاخد حتة فار؟ عم رمضان حتة فار يعني، خد لك قطمة يعني. انت مش عايز فار ليه يا عم رمضان؟ ما معلش اكل غير، ونعمل ايه طيب؟ خد لك فار، استنى اديله فار يا عيال. عم رمضان لا 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 لا، او ماي جاد او ماي جاد، عم رمضان وقع في المية. يا عبدو يا عبدو انقذ، عملت ايه في عم رمضان؟ عملت فيه ايه؟ انقذه ازاي؟ لا يا اسطى حرام عليك يا اسطى، الراجل ده غلبان والله، احنا اللي ظالمينه، واحنا اللي بنقول للناس ان هو وحش، احنا اللي وحشين والله بنستفزه. هو اللي وقع في الميه، اعمل له ايه؟ عملت اللي حدفه، وانا عارفك انت اللي حدفه، انت اللي حدفه. كنت باكله فار وبظبط المركب. انت اللي حدفه، ترى انت اللي حدفه. الله العظيم العظيم. استنى عم اعمل له تراب، هو عملت له تراب، عملت له تراب عشان ايه كده على روح يا شاب، على روح عم رمضان دي يعني. ادعوا له بان ربنا يرحمه تحت في الكومنتات. عم رمضان يا شاب اهو زي ما انتم شايفين، عملنا له هنا تراب 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 دي تراب، هيفضل هنا مكانه يعني. وحطوا لايك لعم رمضان يعني. اوكي يلا بسم الله. خلونا كمان نعمل لنا ايه يا شباب، ممكن نستفاد ان احنا نحط كرسي. انا سامع صوته تحت في الميه، سامع صوته بيغرق، انزل انقذه ولا ايه؟ قبل ان في اعصار قرب يا اسطى. فين فين؟ انا شايف السماء مغيمه بس ما فيش. طب تعالى يا عبدو، تعالى تعالى تعالى. تعالى تعالى. تعالى. كامل في اعصار يا ام كامل، مش بهزر. انت فين طيب؟ كامل. تعالى طيب، انت فين؟ انت على المركب دي؟ تعالى يا انت هنا، تعالى 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 تعالى. شباب نستنى عبدو يجي، نكون احنا ايه؟ ظبطنا المكان كده. انا مش عارف اللي انا بعمله ده بصراحه، بس انا بحاول اظبط المكان، بس انا ما طلعتش نافع في الحته دي يا شباب. اوكي احنا ممكن نقفل المكان بالبتاعه دي، والله حلوه قوي تصدقوا، اللي هي بتاعه المدرسه دي ما تشوفهاش غير في المدارس. تعالى يا عبدو، يلا يلا يا عبدو. اعصار ايه وبتاع ايه يا شباب، انسوا الكلام ده، مفيش اعصار هنا في اللعبه دي، مستحيل يكون في حاجه اسمها اعصار هنا. بقول لك ايه يا اسطى، انا لقيت بزوكه. بزوكه؟ لقيتها فين دي؟ جبتها بالصناره دي ولا ايه؟ جبتها بس ما اعرفش، كنت عمال اقوم هناك يا اسطى كده، فلقيتها عايمه على وشي. تعالى يا عبدو، عبدو جاي اهو يا عيال. تعالى تعالى تعالى. ايه ده؟ لا اوعى تضرب، اوعى تضرب. كفايه مش هضربك. سامع صوت عم، سامع صوت عم رمضان؟ ممكن نحمي بيها نفسنا. عم رمضان هذا قاعد بيعيط تحت المايه يا اخي. ده درع، ده درع. ماشي يا اسطى، بقول لك ايه يا اسطى، انا حاسس ان في اعصار جاي. بقول لك ايه، انا تيجي نهاية الاعصار، انت عارف الاعصار بيهيجي ازاي؟ ازاي؟ ضربت عليه طلقه من هنا، بص في السماء كده، شايف السماء ديت؟ لو انت ضربت طلقه هناك كده اهوت، الاعصار هيضرب علينا احنا. اهو يلا بينا. فيش كده يا اسطى، نجرب يا اسطى. اهو عليك، اضرب اضرب أهو. ايوه وانا كمان اضرب. مفيش اعصار يا عيال، اضرب في السماء، اضرب في السماء، اهو اضرب في السماء. ايوه مفيش اعصار. قلت لك اضرب في السماء بس. اوه ماي جاد يا جماعه، الاعصار ده رافضه يا اسطى، عايز اضرب في الاعصار او الاعصار.
ده برق ده ولا ايه؟ برق يا جماعه ده والله يا اسطى، احنا غرقنا يا اسطى ولا في ايه؟ احنا فين يا اسطى؟ انا تحت الماء، الاكسجين بينقص، الاكسجين بينقص، هموت هموت. اطلع اطلع اطلع. احنا فين يا اسطى بجد يا اسطى؟ يا عالم شايف نفسي؟ ايوه انا شايفك، انا شايفك قدامي اهو. اهلا يا عبدو، انت فين؟ هو كل ده كنت تحت المايه؟ اه وانا كمان. انت فين يا اسطى؟ يو مركب مركب مركب. اطلع اطلع، ده برق اللي ضربنا ده. نط يا اسطى على المركب يا اسطى، هنغرق يا اسطى، ما تقلبش يا اسطى. نطرت لها، نطرت لها، قلبتها. تعال تعال تعال، اللوح بتاعنا اهو، اللوح بتاعنا اهو. تعب فين يا اسطى؟ شفتوا ايه ده؟ ده جنبنا. او ماي جاد يا عيال، ده مش اعصار، ده ده تسونامي مع اعصار مع برق مع رعد مع يو. طب بقول لك يا عبدو، والله بصراحه يعني مش هكدب عليك، انا كنت شغال من وراك تمام، وعملت ايه دي اوريك، وعملت ايه، استنى اوريك دلوقتي بس عشان ايه. ايوه دي بس هتيجي، هتيجي تطلع دلوقتي. يا فين يا فين؟ والله المفروض تيجي. والله العظيم المفروض تيجي، والله حطيتها ايه. اطلعي بقى اطلعي يا عالم، العب العب من بدري. ده مش ايوه ايوه ايه. سلام عليكم يا عبدو، اشوف وشك بخير، اشوف وشك بخير يا صاحبي. ها اشوف، اشوفك المقطع الجاي. ها سلام عليكم، سلام عليكم يا شباب. ان شاء الله. لا لا مش مليون جيش لا يخاف من الحروب، محبوب من الصغار عشان كده خاطف القلوب. مش مليون احنا سوا عيلة مش جمهور، بيكو بنصنع المتعة، بنعمل من الضحكة فنون. مش مليون.